طب حضرتك متخوف اكتر من ايه؟ من عدم مجاراه امكانيات لاعبتنا بالمقارنه باللاعبين المحترفين في الكاميرون، ولا متخوف من خطه ما قد يفاجئنا بيها كيروش مع بدايه المباراه؟ يعني مخاوفك جايه منين؟ لا ولا دي ولا دي، انا خايف من التحكيم. يبقى اذا في ثقه ولكن الخوف من التحكيم. عندي يعني اللي شفناه في ماتش المغرب يعني حاجة يقول لك ان احنا مخزوننا كبير جدا، مخزوننا كبير جدا، وهنقدر نقدم حاجه كويسه جدا قدام الكاميرون. سحبة الارض والجمهور ماشي، بس طبعا يعني لو عداله تحكيميه لا، هنلعب بروح عاليه جدا وهنهدف وهنعمل نتائج. هو اللي حصل في ماتش المغرب مش اخطاء تحكيميه بقدر ما هي يعني عصبية، تحس في سوء نيه تحكيميه ربما، مش مجرد اخطاء ده. شوف استاذ سامي يعني بيقول لك برضه ربما ماشي. كانت واضحه زي الشمس يا استاذ سامي، بس ماشي. لا مش وفي ماتشنا برضه كانت واضحه مع الحكم السنغالي يعني. السنغالي كان عصبي جدا، يعني مش شايف حد بيغلط غلطات، هي كروت الصفرة كانت بتطلع كده وخلاص، مش شايفنا الا احنا بس، مش شايف الا الجهاز الفني المنتخب مصر هو اللي بيحتاج لا يعني ابو الفتوح زقه غير اخلاقيه. ايوه صح، بره الملعب صح، عمل ايه؟ ولا حاجه. ده بيدل على كلامكم ان هو في كلسوء نيه فعلا، وعلق مستوى العصبيه في المباراه طبعا، والتوابع اللي حصلت بعد كده كل هو المسؤول عنها. فأتمنى إن شاء الله يعني التحكيم يكون عادل، وأنا سمعت إن في حكم من غواتيمالا هو اللي هيدير المباراة ربما يعني، فحصل تعديل. فيعني بالتالي هذه نقطة مهمة قوي، إن التحكيم يديك الأمان في الملعب، ما يكسرش مقاديفك، ما يحسبلكش ضرب جزاء مش هي، فاولات على منطقه الجزاء مرعبه، وخصوصا ان هي فرقه مش قليله، فرقه الكاميرون مش قليله. فبالتالي يعني النديه لا هتبقى موجوده، صحيح هم اكثر احترافا وفي اوروبا بعدد كبيره جدا، وقيمتهم التسويقيه بتعدي ال 170 مليون يورو، بينما احنا 116 او 115، في فارق كبير جدا. فانا شايف ان التحكيم اولا، وحتى يعني التحكيم اولا هو اللي هيعطي الضوء الاخضر للاعبتنا ان هي تطلع كل اللي عندها. التحكيم والتركيز والقدره والرجوله وحاجات كتير قوي، مش بس التحكيم برضو التحكيم يعني ممكن التحكيم يكسر كل الحاجات دي. انا مع حضرتك، بس انت المفروض تكون بتلعب عشان ما تحطش نفسك تحت طايه اصلا التحكيم. يعني انت تحاول ان انت تتغاضى، ده زي الملعب الوحش، زي الجماهير، وزي ما انت مش على ارضك يعني. دي كلها عوامل ربما تؤثر بشكل كبير، لكن في الاول وفي الاخر انا لازم اكون داخل وعارف ان انا لازم اتغاضى عن الحاجات دي عشان ما افكرش فيها واخسر. وركز، احنا بنتكلم بس طبعا الرساله دي مش المفروض توصل للاعبين نفسهم، يعني ان هم زي ما بتقولي التركيز، وده حصل على فكره في المغرب بالظبط رغم كل اللي حضرتك بتقوله، التركيز واستغلال الفرص بشكل جيد جدا، لان ده اللي ده ملعب مستطيل اخضر 11 ضد 11 في الاخر. انا لو شاطر هو ده وهدف واكسر كل الاجواء المحيطه بيا اللي هي مش مؤهلة ان انت تساعد. صحيح، وبالتالي نتمنى ان شاء الله يعني ان احنا نوصل للهدف اللي ان شاء الله على متوقع ان مصر في النهائي ان شاء الله. يا رب.